أو سألقي هذه الخاطرة أو المحاضرة إن شئتم من مكتبي وليس من بيتي، ويمكن أن أتكلم في هذه الخاطرة دايلكتيك تطور العلم مرة أخرى. أنا سبق وطرحت سلسلة كاملة من المحاضرات حول جدل النظرية العلمية، ودخلت في تفصيلات عديدة. اليوم بدي أركز على فكرة دايلكتيك في العلم، مسألة معقدة يعني لا يمكن اختزاله إلى أطروحة وضديدها وضدها وتركيب الضدين، يعني thesis, antithesis, synthesis. لا، هذه يعني نظرة في الواقع ساذجة إلى ديالكتيك. ديالكتيك أعقد من ذلك. ديالكتيك حياة، حي. ديالكتيك هو منطق الحياة في أي نظام، منطق حيويته، منطق حياته. وهذا ما نلاحظه في العلم. ديالكتيك يعني طبعا ينطوي على التناقض، ينطوي أيضا على التغلب على الجدران المطلقة، ينطوي على توحيد الأضداد، ينطوي على مفهوم الوحدة، ينطوي على مفهوم اللاتجانس. التناقض أهم شيء، حل التناقض عبر الثورات إلى آخره. ولكن العملية معقدة، لا تكون وفق معادلة أو لا تكون وفق خوارزمية معينة، وإنما مسألة أعقد بكثير من ذلك. خلينا بدي أركز اليوم على علم الفلك العربي. طبعا عربي إشارة إلى اللغة، يعني علم الفلك الذي ازدهر في الحضارة العربية الإسلامية، هذا ما أعنيه بعلم الفلك العربي، والذي كتب أغلبه، جله كتب باللغة العربية، بعضه كتب بالفارسية، ولكن أغلبه كتب باللغة العربية. من هذا الباب أقول إنه عربي. الآن علم الفلك العربي طبعا وريث، هو وريث علم الفلك اليوناني بصورة خاصة، وإن كان هناك أيضا يعني تأثيرات هندية وفارسية، لكنه في المقام الأول استئناف لبطلميوس أو لعلم الفلك اليوناني. علم الفلك اليوناني كان قاعدته فيزياء أرسطو، وصرحه لبطلميوس، صرحه الرياضي التجريبي إن شئتم، بطلمي، يعود إلى بطلميوس المصري اليوناني الذي عاش حوالي 150 ميلاديا. والفيزياء، القاعدة الفيزيائية لهذا الفلك كان أرسطيا، يعود إلى أرسطو الذي طور تصوره الفيزيائي تقريبا في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. هذا كان العلم القديم، أرسطو القاعدة الفيزيائية، بطلميوس الصرح الرياضي التجريبي، أي الذي كان فيه المشاهدات أو ارتكز إلى المشاهدات. طبعا هو صرح مهيب بلا شك، ولكن عليه طابع فلسفي مثالي بلا شك أيضا. الآن وجد منذ البداية، لاحظ بطلميوس نفسه، بطلميوس كان أرسطيا، ولكنه لاحظ أن الأساليب الرياضية التي تبعها، صحيح أنها استطاعت أن تفسر المشاهدات التي كانت موجودة في عصره بلا شك، ولكنه أدرك أيضا أن هناك، أنه لا يمكن، أنه إذا انسجم علم الفلك الذي بناه تماما مع القاعدة الأرسطية يفقد قدرته على تفسير المشاهدات. ولذلك كان مضطرا إلى اللجوء إلى أساليب رياضية في جوهرها كانت متناقضة مع بعض مبادئ الفيزياء الأرسطية. هذه أثارت قلقه، قال إن قاعدتي هي أرسطو فكيف أناقضه؟ ولكنه اضطر إلى أن يناقضه، ولجأ في الواقع إلى أساليب رياضية ذكية. طبعا
يعني لا تعود إليه وحده هذه الأساليب الرياضية، وإنما شارك فيها مؤسس علم الفلك اليوناني بوصفه علما دقيقا، هيباركوس، وأيضا أبولونيوس الرياضي اليوناني المشهور. فهو في الواقع أدرك أنه مضطر لهذه الأساليب الرياضية، لكن هذه الأساليب الرياضية لا تنسجم تماما مع بعض مبادئ أرسطو. حادت عن بعض مبادئ أرسطو، وإن حاول بطلميوس الالتفاف حول هذا الانحراف. فهناك كان تناقض. الآن هذا التناقض طبعا بعدين حصل ركود بعد بطلميوس إلى حد ما، ركود في علم الفلك خصوصا في المرحلة البيزنطية، ثم استؤنفت مسيرة علم الفلك اليوناني بطريقة جديدة في مطلع الحقبة العباسية أو المرحلة العباسية من الحقبة العربية الإسلامية. فبدأ يعني تم إحياء علم الفلك اليوناني مع مطعما طبعا بالإسهامات الهندية والفارسية والسريانية، ولكن على أي حال الجوهر كان بطلميا يونانيا. الآن أكثر، لكن طبعا في بادئ الأمر اشتغل الفلكيون، علماء الفلك العربي اشتغلوا على نظرية بطلميوس وصححوها وعمقوها وعادوا حساباتها وصححوها وحدثوها وطبقوها إلى آخره، ولكن بعد أن قطعوا شوطا حوالي القرن الحادي عشر أو العاشر والحادي عشر الميلاديين، بدأ يدرك فلك علماء الفلك العربي بدأوا يدركون أن هناك تناقضا ممضا في قلب هذه الإشكالية القديمة، في قلب الإطار المفاهيمي أو الماكنة المفاهيمية لعلم الفلك اليوناني العربي. وبالذات الحسن بن هيثم الفيزيائي المشهور في الواقع كتب كتابا سماه الشكوك على بطلميوس. الشكوك على بطلميوس أبرز هذا التناقض بصورة جلية ما بين الصرح البطلمي والقاعدة الأرسطية، تناقض بين أرسطو وبطلميوس. وهو طبعا انتصر لأرسطو، وعلينا أن نتساءل لماذا انتصر لأرسطو وليس لبطلميوس، لكنه انتصر لأرسطو وشكك، وضع شكوكا حول نظرية بطلميوس، قال إنها تعاني من هذا التناقض. لا يجوز أن العلم الفلك أن يتناقض مع الفيزياء، لا يجوز علم الفلك البطلمي أن يتناقض مع فيزياء أرسطو. علينا أن نرمم هذه المشكلة. هون عاد برزت مدرستان للشكوك، واحدة في المشرق وواحدة في المغرب. قادت هذه إلى محاولة بناء نماذج جديدة تنسجم أكثر انسجاما مع أرسطو، ولكن لا تقل دقة عن بطلميوس. وهذه يعني أسماء لامعة اشتغلت في هذا الاتجاه، مثل مؤيد الدين العرضي الدمشقي، ومثل الشيرازي والطوسي، وابن الشاطر الدمشقي أيضا، وغيرهم أيضا. يعني ابتكروا نماذج جديدة أقرب إلى أرسطو، ولكنها في الوقت ذاته لا تقل دقة عن بطلميوس. المهم التناقض ظل قائما. يعني هون جرت حلول، وهذا ما سيقودني إلى الفكرة التي سأطرحها، وهي أن التناقضات في النظرية الفلكية أو الفيزيائية تحل بطريقتين، إما الطريقة المحاضرة أو الطريقة الثورية. علم الفلك العربي اتبع الطريق المحافظة، علينا أن نسأل لماذا؟ يعني حاول أن يحل تناقضات العلم القديم بابتكار أساليب رياضية ذكية جدا، ولكن مع الإبقاء على الإطار القديم اللي هو إطار أرسطو. يعني انتصروا لأرسطو وأبقوا على إطاره، فهم في الواقع وجدوا حلولا جزئية لتناقضات العلم القديم ضمن الإطار الأرسطي. هذا هو المسار المحافظ في الثورات العلمية.
هن اتبعوا المسار المحافظ. من الذي اتبع المسار الثوري؟ يعني في الحضارة العربية الإسلامية حسب علمي فلكيون كبار، رياضيون من طراز رفيع، ولكنهم اتبعوا الطريق المحافظ في حل إشكالات وتناقضات علم العلم القديم. اتبعوا طبعا، ابتكروا أساليب رياضية ذكية جدا وحلوا التناقضات، ولا جزئيا ولكن ضمن الإطار القديم. لكن هناك الطريق الثوري. الطريق الثوري لم يحصل في حضارتنا. الطريق الثوري يعني حل التناقضات بتخطي الإطار القائم. يعني عندي أنا إطار قديم ولا أجد الحل، المسار الثوري لا يجد طريقا لحل هذه التناقضات إلا بكسر الإطار القديم، إلا بتخطي الإطار القديم صوب إطار جديد. وهذا ما حصل في أوروبا بين عام 1543 و 1687 ميلادية، والذي بدأ هذا الخرق، يعني الذي خرق الإطار القديم، حاول حل بعض التناقضات الذي حاول إذن حل بعض التناقضات العلم القديم بالطريقة الثورية، أي بتخطي الإطار القديم نفسه، كان كوبرنيكوس. كوبرنيكوس عندما طبعا كوبرنيكوس تبنى علم الفلك العربي، كل الدلائل تشير إلى أنه تبنى، ابن الشاطر والعرضي والطوسي، ولكنه لم يشر إليهم، لكن من الواضح أنه تأثر بهم وقرأهم، ولكنه لم يشر إليهم، وهذه مثلبة في كوبرنيكوس. ولكن كوبرنيكوس العمل الثوري اللي عنده انه بنى نظاما حول مركزية الشمس وفكرة حركة الأرض. هكذا هذه طبعا فيها كان تخطي كبير للإطار القديم، تخطي كبير للإطار القديم، تخطى الإطار القديم كليا، يعني لم يبقى داخله، حاول حل التناقضات بتخطي وكسر الإطار القديم. هذا ما فعله كوبرنيكوس وتلاه العلماء الآخرون، بالذات كبلر. كبلر في الواقع تخطى حتى كوبرنيكوس ثوريا، يعني رد الاعتبار لبعض العناصر الفلكية اليونانية، ولكنه بذلك قام بثورة كبرى فكسر كل، حطم كل علم الفلك القديم، ارتكازا إلى كوبرنيكوس بالذات، وارتكازا إلى بعض عناصر بطلميوس، دمر كل علم الفلك القديم. يعني سار في الطريق الثوري اللي هو حل التناقضات، وقد حل التناقضات، ولكن بتخطي الإطار القديم تقريبا كليا. يعني أهم شيء إنه الإطار القديم كان يرتكز إلى فكرة أن الحركة السماوية ينبغي أن تكون حركة دائرية منتظمة. فإذا بكبلر يبرهن، مش بس يطرح فكرة، يبرهن على أن الحركة السماوية هي بالضرورة حركة غير منتظمة، يعني ليست ثابتة، يعني سرعتها لا تكون ثابتة، وأيضا أنها يعني أيضا أنه تخطى هذا الإطار بالقول أن الحركة ليست دائرية وإنما هيولوجية. فسيطر يعني، فهون صار عملية كسر للإطار القديم، هذا الطريق الثوري بمعنى الكلمة. وطبعا نفس الشيء جاليليو سار في الإطار القديم، سار في الإطار الجديد، ثور في هذه الحالة، مش إنه قضى على علم الفلك القديم، وإنما علم الفيزياء القديم، فيزياء أرسطو، وجه ضربة ماكنة قاتلة للعلم القديم كما بلّره أرسطو تحديدا، دمره إلى غير رجعة تدميرا كاملا. هكذا يعني اتبعوا الطريق الثوري في أوروبا، ولكن في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي اتبعوا الطريق المحافظ. الآن هذه المسألة رأيناها أيضا في حالة ثورات أخرى، يعني في نهاية القرن العشرين تأزمت إلى حد ما الفيزياء الكلاسيكية، تأزمت، وفعلا بعض العلماء حاولوا
في الواقع حل تناقضات الفيزياء الكلاسيكية اللي كانت أخذت تظهر بجلاء في نهاية القرن التاسع عشر، التناقض بين المكونات الجوهرية، الجسيم المادي والمجال والأثير والجاذبية، هذه كلها كان في بنات التناقضات. وقد أدرك عمالقة الفيزياء النظرية في ذلك الوقت مشكلة، إنه في عندي مشكلة، أنا يجب يعني في تناقضات علي أن أحلها، وحاولوا أن يحلوا هذه التناقضات، لكن كيف؟ حاولوا، بعضهم سار في الطريق المحافظ، وبالذات سار في الطريق المحافظ لورنتس وماكس إبراهام وبونكاري، بونكاري الرياضي الفرنسي المشهور، هذول ساروا غيرهم، هافي سايد وغير يعني أسماء أخرى، استطاعوا في الواقع يعني مشيوا بطريقة أيضا بابتكار أساليب رياضية ذكية جدا في الواقع، يعني حلوا بعض التناقضات جزئيا ولكن من دون أن يتخطوا الإطار الكلاسيكي. طبعا شعروا كانوا يشعرون بالتوتر الشديد ولكنهم ساروا في الطريق المحافظ. من الذي اتبع الطريق الثوري في هذه الحالة؟ ألبرت أينشتاين، الذي في الواقع أدرك أنه لا يستطيع أن يحل التناقضات بصورة ورقية إلا بتخطي كل الإطار القديم، وهذا ما فعله في نظرية النسبية الخاصة ولاحقا في نظرية النسبية العامة. وقد سبق أن شرحت هذه المسألة بالتفصيل في محاضرات سابقة، يمكن أن ترجعوا إليها. فهذه ما أردت أن أقوله، إنه هذا جزء من ديالكتيك العلم، ديالكتيك النظرية العلمية، أن كل النظرية العلمية يكون فيها تناقضات، وهناك طريقان لحل التناقضات اللي هو الطريق المحافظ والطريق الثوري. هل هذا يحصل أيضا في السياسة؟ أتركها إليكم، يعني نحن بالعكس شفنا بالسياسة مسألة أيضا مختلفة، بصورة عامة الطريق الثوري هو الذي يحل التناقض، لكن على أي حال في العلم نجد يعني هذين المسارين، يعني مش بس في حالة علم الفلك العربي ثم الثورة العلمية الكبرى، ولكن أيضا في الثورات التي قامت في نهاية القرن، في بداية القرن العشرين، نتيجة تأزم الفيزياء الكلاسيكية. فهذا ما أحببت أن أقوله اليوم، وإلى اللقاء.